سلام الله عليكم صديقاتي وحبيبات قلبي، وش راكم وش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، وفيديو هذا يلقاكم في تمام الصحه والعافيه يا رب. مشتركات اللي دخلوا معنا جديد نقول لهم الف مرحبا وسهلا بيكم، واللي اول مره تزور قناتي نقولها تنساش الاشتراك وتضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. سمحوا لي البنات، يعني طولت شويه عليكم الغيبه، الله غالب جات ظروف فوق ضغطي، توفات لوستي ربي يرحمها، يعني حرقت لنا قلوبنا، ربي ان شاء الله يجعل مثواها الجنه. ربي يعلم الحزن يعني اللي راهو في قلبي، وقلبي راهو محروق، قلوبنا كامله محروقين عليها، مي الله غالب يعني جات فوق طاقتنا وتستمر الحياه. سبق وعدت البنات بالطمينة تاع المولد النبوي الشريف، وكنت موجدة الفيديو يعني من هذا شحال، ابيت الا ندير له مونتاج ونوفي بالوعد ديالي. هذه هي وصفتنا نهار اليوم بنات، طمينة من أروع ما يكون، والصورة راهي تعبر على نفسها بدون أي إضافات، ويعني بالطريقة الصحيحة اللي تخدموا بها باش تخرج لكم هذه النتيجة الرائعة، وتجي طرية وتجي معلكة ما شاء الله عليها. نخليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل، ونلتقي بعد حين. بسم الله وعلى بركة الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. المقادير تاع الطمينة ديالنا كيما راهي موضحة في الصورة عندي لهنا البنات، سميد متوسط يعني ماشي رقيق وماشي خشين. تعمدت نوري لكم لاماخ، انا نخدم بسيم المتوسط من اروع ما يكون. عندي كيلة تاع عسيلة وكيلة تاع مارغارين. الا كنتو البنات تشوفوا في هذا الفيديو في الشتاء راح ديروا كيلة تاع مارغارين، ولا كنتو تشوفوا فيه في الصيف راح نديرو كيلة عسل وكيلة غير ربع مارغارين. عندي شوية حلوة ترك ورشة تاع قرفة اختيارية بيان سيغ، مي راح يزيدو لها يعني بنا ما شاء الله. بنات برك حبيت نفيدكم يعني بنصيحة ولا بأستيس، اللي تحب الطمينة ديالها تكون تبقى أطول مدة ممكنة، تبقى طرية ولا تبقى سائلة هكداك ما تنشفش، ديرلها زوج مغارف حليب وزوج مغارف ما زهر، راح تبقى يعني أطول مدة ممكنة. مي ملاحظة صغيرة برك حبيت نفيدكم بها، أنا علاش ما درتش هاد الخطوة؟ صح هي راح تبقى لكم الطمينه ديالكم ماشي ناشفه وتبقى يعني محافظه على قوامها، مي كي نشمخوها بالحليب وبالمزار راح يعني تروح لها ديك القرمشه ديالها اللي معروفه بها. وانا امبوسيبل يعني ناكل طمينه ماشي مقرمشه، الشغم ولا البنه تاع الطمينه في القرمشه ديالها، واللي تحبها يعني واللي ما عندها حاجه تقدر دير هذه الخطوه ما فيها بس. انا برك حبيت نفيدكم بالمعلومه وانتم لكم الاختيار. حنجوز البنات اول مرحله، نحمص السميد ديالي في مقله ثقيله ولا في طاجين، ندير كميه من السميد ديالي على نار متوسطه ونبقى نحرك فيه بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها البنات، يعني نبقى نحرك بدون انقطاع باش نضمن بلي كل حبه سميد خدات حقها مليح مليح من التحماس، ماشي حبه تتحمس وحبه تبقى لنا خطره. هذا هو السر من الاسرار باش تبقى الطمينه ديالنا مقرمشه لاطول مده ممكنه. شوفوا لاكول البنات اللي تحصل عليها، اللي تحبها فونسي تزيد لها شويه، واللي تحبها بهذا اللون تحبس لهنا في هذه المرحله. هاي لك البنات ان شاء الله تكون صوره واضحه، كل وحده لا كولور اللي تحبها. في هذه المرحله البنات راح نجيب المارغرين ديالي، الكيله تاع المارغرين ديالي نحطها في كسرونه ونحطها فوق النار حتى تذوب معنا تماما وتلحق المرحله الغليان ما فيها بس. نحط عليها العسيله البنات لهنا في هذه المرحله، ركزوا معايا مليح، نحط العسيله جوست نحطها ونخلطها راح نطفي النار، وهذا السر من الاسرار اللي باش ما تنشف لكمش الطمينه ديالكم. كاين بزاف بزاف اللي ما يعرفوش هذه الخطوه، يعني دير المارغرين ديالها والعسيله وتخليهم يغلو، والعسيله كي تغلي وش راح تولي؟ راح تولي لنا كراميل اوتوماتيكمون، راح تنشف لنا الطمينه ديالنا باسكو العسيله ديالنا تكرملت. انا لهنا راني طفيت النار وراح نخلطها مليح مليح مليح، يعني نحكم الفوي ديالي ولا بلو بغا ميكسر ما كان حتى مشكل، يعني المهم والاهم هو انه هذا الخليط تاع المارغرين والعسيله يتجانسوا مليح. كاين بزاف اللي يعاني ويقول لك كي نديروا الطمينه هذاك اليدام يولي يطفو من الفوق يولي يعوم فوق الطمينه ديالنا، وهذا هو السر اللي باش ما يوليش يعوم لكم ولا ما يوليش يطفو. لازم مليح هذيك المارغرين تتجانس بيان مع هذيك العسيله باش نتحصلوا على نتيجه مرضيه. هوليك السميد ديالي اللي حمستو لازم يكون بارد تماما البنات، هذه ثاني خطوه مهمه او مرحله مهمه، السميد ديالي لازم يكون بارد مليح. نحط كمية تاع حلوة الترك اللي قلت لكم اختيارية ورشة خفيفة تاع القرفة ونخلطهم كيف كيف مليح حتى يتجانسوا معايا مليح.
نولي لكم البنات السميد لازم يكون بارد تماما. الا درتوه سخون في هذه المرحله راح يتشرب لكم، نتوما حيبان لكم هكذا نورمال، هو تلما يكون سخون راح يتشرب يعني كميه السوائل تمتم وراح تنشف معكم الطمين. يعني نحاول نمد لكم كل النقاط وكل يعني لي زاستيس باش تنجحوا في الطمينه ديالكم بدون اي اضافه. يعني الوصفه الاصليه برك بخطوات متقنه كما نقولوا. حطيت انا لهنا زوج كيسان تاع السميد بنفس الكاس اللي عبرت فيه بالاول هكذا البنات، وندير هذه العمليه اللي راكم تشوفوا فيها. وخطوه ثاني الطمينه ديالكم كي تخلطوها توجو نخلوها هكذا شويه سائله، ماشي تخلطوها يعني فاش نقولوا ثقيله ومن بعد راح تزيد تنشف معاكم وما تحصلوش على القوام المراد. كي نخلطوها البنات هكذا ماشي غير نخلطوها نحبسوا، لازم نقوموا بهذه العمليه. شوفوا البنات كيفاش راني نخلط فيها. هذه العمليه راح تساعد الطمينه ديالنا، راح تولي معسله ومعلكه. يعني قد ما طول معاكم مالغي راح تنشف شويه بصح مش راح تولي حجره، راح تبقى توجور معلكه. هادو ما يعني لا بلوبار تاع النصائح اللي نستعملوهم في الطمينه. انا راح نفرغ الطمينه ديالي، شوفوا القوام ديالها البنات كيفاش خليتها سائله. غير نفرغها ونحركها هكذا تحريكه خفيفه بك، شوفوا كيفاش يعني تسقم روحها بروحها. التزيين راح يولي لكم البنات اختياري. انا شريت هذه العفسه تاع المولد النبوي شريف، راهي متوفره بقوه في محلات بيع الحلويات. والتبسيط دوزيام راح نخليه نشبحو بالمكسرات، والتزيين بيان سور كل وحده على حسب مقدورها وعلى حسب الكو ديالها. راح ندير رشه خفيفه تاع القرفه هكذا البنات فوق هذوك الرسومات ونرفدها بالعقل. ما ديروش البنات الديفون، تعمدت نوري لكم باش ما تطيحوش يعني في الغلطه اللي طحت فيها انا. خلو الطمينه ديالكم حتى تحكم روحها شويه باش تحطوا هذيك العفسه تاع التزيين، باسكو انا تقريبا لصقت لي مزيان داركت الموقف. هذه كانت البنات وصفتنا لنهار اليوم، طمينه يعني شوفوا التزيين ثاني خدمته ما شاء الله. ويعني التزيين كيما سبق وقلت لكم كل وحده على حسب مقدورها وكل وحده على حسب الكود ديالها. انا هادو كانوا عندي يعني من الاول، تزيينات كانوا عندي من الاول كنت خدمتهم ومصورتهم، حبيت برك نفيدكم بالتزيين. راح نذوقها قدامكم وشهيدكم في الجنه يا البنات. واش نقول لكم، شوفوا التعليكه، يعني ركزوا لي ماشي نركزوا تجي سائله، شوفوا التعليكه، شوفوا هذيك كيما قلت لكم تبقاو تحركوا وتعاودوا كي بحال راكم تعجنوا فيها كيفاش تعطينا القوام تاع الطمينه معلكه ما شاء الله معسله روعه يا البنات. ان شاء الله تتاخذوا كامل النصائح اللي عطيتهم لكم بعين الاعتبار باش تنجحوا فيها. شوفوا البنات شهيدكم في الجنه ان شاء الله. نتمنى كل وحده طبقها تدعي لي دعاوي الخير وتترحم على لوستي، ربي يرحمها ويجعل مثواها الجنه. كل وحده طبقت الوصفه تنورني بتطبيقها في جروبي على الفيسبوك مطبخ ام سيدو، متبخلوني شخياتي بجامو بختار صحاباتكم وحباباتكم. اللي مشي مشتركه معنا في القناه تشترك وتفعل زر الجرس ليصلها كل جديد. الى وصفه قادمه وطبق قادم خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.